أهلا بيكم في الحلقة جديدة على كنيسة البيت في البرنامج اسمه في الفرن مع فالنتينا. والنهاردة أنا قررت أعمل معاكم وصفات حاجات حادقة، ومش حاجة اللي الحادقة يعني عادية وبس، لا هنعمل أنواع العيش. فأول نوع العيش اللي أنا عايزة أعمل معاكم النهاردة النوع سهل جدا، هنستخدم العجينة بالخميرة، الحاجات بسيطة خالص زي ما احنا بنعمل مثلا في البيت البيتزا، يعني معظم المكوناتها زيها بالظبط، بس الطريقه اللي احنا هنعمل العيش ازاي وكمان المكونات اللي هندخلها جوه العيش هيكون حاجه يعني هتكون حاجات جميله. تمام، عشان نعمل العيش بتاعتنا هناخد بوله، هناخد معلقتين كبيره من الخميره كده اهوت، هناخد كمان معلقه او مثلا نص معلقه من سكر. يعني الوصفه دي ممكن اصلا ما ندخلش فيها سكر خالص، بس انا بحب عندي يعني الخميره بتاعتنا حاجه تتغذي عليها، يعني هو ده السكر. فهناخد كمان تقريبا كوب ميه دافيه، ولو هنحتاج اكتر هنزوده كمان. هناخد معلقه نخلط الخميره، خدوا بالكم لازم تكون الميه الدافيه مش سخنه، لو ميه سخنه هتموت الخميره والعيش بتاعتنا مش يعني مش هتكبر، مش هيعمل مش هينفش. فاحنا هنخلط الخميره كده اهوت عشان يبقى تدوب كويس في الميه الدافيه. ممكن على فكره مثلا انا لما بعمل بيتزا بعمل بستخدم مش ميه، بستخدم اللبن، لكن في الوصفه اللي احنا بنعملها في العيش هنستخدم ميه عاديه، ميه دافيه. فطبعا هنحتاج رشه ملح، حاجه مهمه جدا، حاجه بسيطه عشان تدي طعم بس للعيش كده اهوت. وكمان في المكونات بتاعت العيش احنا العجينه دي حاجه، بس الحاجات هنحشيها بحاجه تانية. هنحشيها بايه؟ هنحشي العيش بتاعتنا النهارده بالفلفل الاحمر. انا احط الفلفل الاحمر حطيته في الصينيه، حطيت في الصينيه شويه زيت زيتون، وكمان حطيت شويه زيت زيتون على كل الفلفليه، ودخلت الفرن على درجه الحراره 225-250، يعني حراره عاليه لمدة تقريبا 20 دقيقة. هتشوفوا كل القطع من الفلفل هتسود كده. فاحنا بعد كده اول ما شفنا الفلفل اسود عندنا هنطلعه من الفرن وهنغطيه. يعني ده هتعمل زي حمام بخار كده اهوت للفلفل بتاعتنا. هنشيل القش بتاع الفلفل وهتطلع عندنا فلفلية شكلها كده، لونها جميل قوي وطعمها يهبل، يعني طعمه جميل قوي قوي. فده اللي هنحط في العيش ذات نفسه. كمان عندي هنا طماطم مجفف، يعني دي حاجه منتشره جدا في الايطاليين بيستخدموها كتير في الاكل، وحياة طعمها حلوه، يعني بيتعمل بطريقه معينه بشويه سكر بينشفوها في تحت الشمس وبتطلع حاجه جميله. بعد كده بيحط الطماطم في زيت زيتون مع شويه توابل. فانا جايبه الطماطم ده جاهز، ففي هنا زيت زيتون وطعمه يجنن عشان كل الطماطم والتوابل كله هنا. فاحنا هنستخدم 2 معلقه من الزيت زيتون بتاع طماطم المجففه في الوصفه. مثلا لما بعمل بيتزا بستخدم من 2 لـ3 معالق زيت زيتون في وصفة العجينة البيتزا، لكن في الوصفة دي احنا عشان نزود الطعم كمان بتاعت الوصفة هنستخدم الزيت بتاع الطماطم المجففة. تمام كده احنا هنخلط الحاجات على بعضها. هناخد دلوقتي 450 جرام من دي، ممكن طبعا نعمله بالعكس، نحط المكونات السايله على مكونات الناشفه او على دي، وهنخلط
دي مع المية خميرة وزيت. لو يعني انتوا حاسين العجينة لسه ناشفة، ممكن نزود شوية المية دافية، حاجة بسيطة. ممكن كمان نزود شوية زيت زيتون كمان، او زيت عادي، بس يعني يستحسن زيت زيتون عشان تبقى تعمل وصفة احلى. تمام. فدلوقتي احنا هنخلط المكونات على بعضها. لو انتوا حاسين العجينة محتاجة شوية مية، ممكن نزود شوية مية. احنا بنقول بالتعريب يعني مثلا كوب مية دافية، بس برضو يستحسن مثلا تستخدموا 3/4 كوب وبعد كده تزودوا شوية. او لو حسيتوا العجينة يعني سايلة خالص، ممكن تزودوا شوية دي، يعني بتحصل اوقات، بتحصل معانا كلنا. هنخلط العجينة. ف يعني دي مفروض لو في عندكم العجين بتاعت العيش تكون احسن، لو ما عندكوش مفيش مشكلة، يعني يستحسن برضو نستخدم ايدينا، بس عشان خاطر العجينة دي بتلزق، وانا بعد كده يعني اخد مثلا 5 دقايق عشان اغسل ايدي. فاقول لكم احنا هنخلط العجينة دي كويس عشان تتعمل عجينة العيش. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنكورها. هنجيب العجينة كلها في بعضها، و يعني الكورة العجينة بتاعتنا هندهنها بالزيت زيتون كده. كمان الحروف بتاعت الطبقة زيت نفسها برضو هندهنه بالزيت زيتون، عشان العجينة لما تنفش يعني تبقى في عندها مكان عشان تنفش فيها. وطبعا احنا هناخد الورق مغناطيس او الكلينج فيلم، هنقفلها، هنقفل العجينة بتاعتنا ونسيب في المكان دافي لمدة على الأقل 2 ساعة. وبعد كده برضو هناخد العجينة هنخلطها تاني عشان ندخل هوا زيادة، وبرضو تاني هنغطي بالورق مغناطيس أو بالكلينج فيلم ونسيبه كمان 2 ساعة في المكان دافي. فالعيش ده بياخد شوية وقت بس هيبقى طعمه حلو. فأنا عملت إيه؟ حطيت العجينة في المكان دافي لمدة 2 ساعة، وبعد كده خليتها لمدة 2 ساعة كمان. فكل ما هي العجينة بتنفش بتكبر، أنا بلمها وهي يعني بتنزل في الحجم، مفيش مشكلة. في الآخر بعد مثلا 4 ساعات، ممكن أقل ممكن أكتر شوية زي ما تحبوا، العجينة هتكون شكلها كده. فاحنا هناخد شوية دقيق على بلانشا، هنحط العجينة على بلانشا كده اهوت. ودلوقتي احنا هناخد، عندي هنا شوية الزيتون اسود، عندي كمان الفلفل اللي احنا عملناه، زي ما انتم شايفين مش كتير، فانا قعدته قطعات كده اهوت. عندي طماطم برضو هنقطعه قطعات مش كبيرة ومش صغيرة. ليه؟ عشان لو قطعناه قطعات صغيرة خالص هيدوب في العيش خالص ومش هنشوفه في الوصفة. فلو سيبناه يعني في على الأقل قطعات كده اهوت، ففي الآخر هيكونوا باينين واحنا نقطع العيش واحنا هنقطع عيش. تمام. فهنعمل ايه؟ هناخد العجينة كده اهوت ونفردها. ممكن نستخدم النشابة. هنفرد العجينة كده اهوت. ودلوقتي هناخد الفلفل، هناخد الطماطم، هنحطه كده على العجينة. وعندي كمان الزيتون اسود،
برضو هنحطه على العيش. ودلوقتي هنقفل العيش مثل الرول كده اهي، شكله جميل. فساعتها لو عايزين تبقى عيش تطلع شكله جميل قوي قوي قوي، هنعمل ايه؟ هناخد نفس البوله اللي فيها العجينه كانت فيها، هنحط شويه زيت زيتون على العجينه ونحطها في نفس البوله، نقفلها تاني ونسيبها مدام نص ساعه كمان في المكان دافي، هتشوفوا العجينه هتنفش تاني. تمام، لكن انا عشان وقت عندنا محدود في الهواء فاقول لكم احنا بنعمل ازاي. احنا بنسيب برضو العجينه دي شويه في البوله عشان برضو تكبر شويه. فهناخد بعد كده العجينه اللي احنا جهزناها وهي يعني كبرت شويه، هنحطها واحده واحده في الطاسه. هناخد زيت زيتون وندهن القطع عيش بتاعتنا بالزيت زيتون. خدوا بالكم اول ما نحط العيش في الفرن هو هيبتدي يكبر وهيبتدي ينشف، فكل شويه احنا هنفتح الفرن هنحط شويه زيت زيتون كمان على وش العيش، هندهن الوش العيش بالزيت زيتون. تمام، هندخل العيش في الفرن على درجة حرارة 180. فعيش هياخد من 40 دقيقة ل 50 دقيقة حسب الفرن وحسب الحجم العيش اللي انتوا عملتوه. تمام، وبعد ما نعمله هو بيطلع شكله جميل قوي. فانا كنت عارفة انتوا اكيد عايزين تشوفوا العيش بعد ما هو يتعمل، فانا عملت واحد فاوريكم دلوقتي هيبقى شكله عامل ازاي بعد ما يطلع اهي. زي ما انتم شايفين في قطعات الفلفل وفي قطعات الطماطم وقطعات الزيتون اسود باين. فالاهم حاجه احنا ممكن نعمل ايه، ناخد حته ريحان كده اهوت ونقدم العيش بتاعتنا. وهنقدمه ازاي؟ هنقدمه مع مثلا جبنه كريمي، صح؟ هندهن شويه الجبنه كريمي على العيش بتاعتنا. فاحنا بعد ما نرجع من الفصل انا قعدت العيش ده قدامكم واوريكم هتكون جوه هيكون عامل ازاي، وهنعمل وصفه ثانيه. خليكم معانا، هنرجع على طول عشان نعمل وصفه ثانيه او هنقطع عيش ناكله.